السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في درس جديد، واليوم سنتكلم عن مساحة المثلث. إذا أعزائي المشاهدين، سنتعلم كيفية أو ما هي قاعدة حساب مثلث. أي مثلث كان نريد أن نحسب مساحته. إذا ها هو المثلث أمامنا الذي توجد به مساحة بيضاء، هذا هو المثلث. إذا أول شيء سنحتاج إلى معلومة مهمة جدا لحساب المساحة، وهو الارتفاع. إذا سنحتاج إلى الارتفاع، إذا طول مثلا هذا الارتفاع هو 2 سنتيمتر، وقد يكون 6، قد يكون 7 على حسب المثلث. إذا سنحتاج إلى أول شيء هو الارتفاع، ثم إلى القاعدة. ما معنى القاعدة؟ هو هذه التي توجد بالتعامد، يعني كاين التعامد في كاين الزاوية قائمة، فإن توجد الزاوية قائمة فهذه هي القاعدة. هذه هي القاعدة. إذا سنحتاج إلى طول القاعدة من هنا إلى هنا. طول القاعدة هنا لدي 4 سنتيمتر، ثم الارتفاع 2 سنتيمتر. إذا هذه المعلومات المهمة التي يجب أن أعرفها لحساب مساحة المثلث. إذا أعيد، إذا لحساب مساحة المثلث يجب أن أعرف طول الارتفاع. كيف يكون الارتفاع؟ يكون بزاوية قائمة مع القاعدة. مثلا هنا أنا لدي القاعدة، هذه هي القاعدة، لدي الارتفاع من هنا. لاحظوا هنا زاوية قائمة، الارتفاع يكون دائما بزاوية قائمة. وإذا كانت هذه مثلا هذه القاعدة، يكون الارتفاع زاوية قائمة مع هذا في هذا الشكل. نعم، إذا هذا هو الارتفاع. طول هذا الارتفاع هو 2 سنتيمتر، لاحظ معي 2 سنتيمتر. سنحتاج إلى معلومة أخرى وهي القاعدة. إذا القاعدة تساوي 4 سنتيمتر، القاعدة تساوي 4 سنتيمتر. هذه المعلومتين اللتين يجب أن تتوفر في المثلث لحساب المساحة. إذا كيفاش غندير القاعدة لحساب مساحة المثلث؟ إذا حساب مساحة المثلث سنضع القاعدة ونضربها في الارتفاع، القاعدة في الارتفاع، ثم تقسيم 2، نقسم على 2. بالفرنسية ندير القاعدة اللي هي لاباز فوا h اللي هو اوتور ونقسمه على 2. اذا نعوض دابا القاعده شحال كتساوي؟ هاد بي شحال كتساوي؟ نعم، القاعده بي شحال كتساوي؟ تساوي 4 سنتيمتر. القاعده هي هذه 4 سنتيمتر، ثم الارتفاع يساوي 2 سنتيمتر، يساوي 2 سنتيمتر. اذا تصبح لدي 4 في 2 على 2. اذا 8 على 2 كم تساوي؟ تساوي 4 سنتيمتر. إذا نعيد مساحة المثلث. إذا لدينا، خص يكون عندي ارتفاع، يجب أن يكون لدي ارتفاع، ثم يجب أن أعرف طول القاعدة. إذا هنا نستخلص القاعدة التالية، مساحة المثلث تساوي القاعدة في الارتفاع تقسيم 2، اللي بالفرنسية نديرو S اللي هي السيرفاس، تساوي B اللي هي القاعدة، B هي القاعدة شحال كتساوي؟ تساوي 4، و H يساوي 2، H يساوي 2 على 2، على 2. إذا القاعدة لاباز كتساوي 4 و H تساوي 2، ونقسم على 2. إذا 4 في 2 تساوي 8 على 2، إذا تساوي 4 سنتيمتر مربع. إذا هذه هي مساحة المثلث. ننتقل معكم إلى مساحة متوازي. إذا هذا الشكل هو عبارة عن ماذا؟ أول شيء يجب أن نعرف اسم هذا الشكل، هو متوازي الأضلاع. إذا متوازي الأضلاع يكون لدي كل ضلعين متقابلين متوازيين، كل ضلعين متقابلين متوازيين، ولكن باش غادي تحت المستطيل توا في ضلعين متقابلين متوازيين، وأيضا المربع توا في كل ضلعين متقابلين متوازيين، ولكن هنا ليس لدي زوايا قائمة،
مستطيل لديه زوايا قائمة، مربع لديه زوايا قائمة، هذا ليس فيه زوايا قائمة، كل زاويتين عندنا زاويتين متقابلتين منفرجتين، هنايا زاويتين حادتين، وقطراه غير متساويان، غير القطران غير متساويان ويتقاطعان في المنتصف وغير متعامدان، إذا هذا هو متوازي مستطيلات. إذا مساحة متوازي مستطيلات، ما هي المعلومات التي يجب أن أعرف لحساب متوازي الأضلاع؟ عفوا، مساحة متوازي الأضلاع، إذا يجب أن أعرف طول القاعدة اللي هي بي، قاعدة بي كتسموها لاباز، لاباز، ثم الارتفاع، ثم الارتفاع اللي هو اش اوتور، اوتور. اذا عندنا جوج حاجات خصنا نعرفهم، هو القاعدة اللي هي هذه، ثم اوتور الارتفاع، قلنا الارتفاع يكون دائما بزاوية قائمة مع ماذا؟ مع القاعدة، زاوية قائمة مع القاعدة، متعامد الارتفاع دائما عمودي مع القاعدة.